فكره الطيران شلون تولدت عندك؟ فكره الطيران تولدت عندي لما كنت بالمتوسطه فبقيت اقرا عنها اكتشف عنها معلومات جديده اكون ملم بالمعلومات بالسلبيات بالايجابيات فالحمد لله يعني وصلت النتيجه انه خلاص انا اريد اكون طيار رحت اوروبا واخذت الرخصه وهاي الحمد لله تخرجت باي بلد درست؟ درست بمملكة بالمملكة الإسبانية في مدينة مدريد بأكاديمية فلاي سكول دراستي أخذت مني سنتين ونص والحمد لله كملت بعد سنتين ونص وحصلت على رخصة الطيران من رخصة عياسة الأوروبية المفروض أنه أتخرج الأول على الدفعة لكن حصلت ظروف والحمد لله تخرجت الثاني على الدفعة مالي شنو أصعب التحديات اللي خضتها كطيار؟ أصعب التحديات اللي تخوضها كطيار هي القرارات لان ممكن قرارك يكون خائب لو صائب فلازم من جميع الاتجاهات تاخذ القرار تستند على شيء او مصدر رسالتي للشباب يعني اتمنى اي شخص يسوي الاشياء اللي يحبها ادخل بالمجال اللي تحبه حتى تبدع به فلا تفكر بالامور من ناحيه فقط ماديه او من كمصلحه خاصه شيء انت تحبه اسويه لان بالنهايه انت راح تبدع به بدون اي تفكير وبدون اي تحضير لهالاشياء لما تكون متفوق بمجالك راح تجيك الامور الماديه الامور المعنويه واشياء اخرى آه فانا من خلالكم طبعا وصلتني رسائل كثيره عن الطيران وشباب يسالون شلون ادرس طي... طيران شلون التكاليف شلون الاجراءات الدخول الاكاديميات فبصراحة جاي اجاوب اللي اقدر عليه ال... لكن ما جاي يصير عندي وقت بصراحة اجاوب على الجميع جاي اجاوب على اللي اقدر عليه فما فب... عندي مشكلة خلي الكل الدز اتشرف الشيء. انه اقدر اقدم معلومة او اقدر اوصل شخص الاشياء يحبها ومن ضمنها الطيران الطيران انا يعني هم احبه فكنت بنفس الوضع اللي كانوا بيه واتشرف بكل شخص يتواصل واتشرف بكل شخص اتصل وراسل وقدم التهنئه واعتذر من الاشخاص اللي ما قدرت اتواصل وياهم تعرف بحكم السفر وبحكم الاهل واللمه فبصراحه كان الوقت شويه ضيق واتمنى يسامحوني بهالشيء. مشاريعك المستقبليه كونك طيار راح تشتغل داخل العراق لو خارج العراق. والله حاليا المشاريع المستقبلية أنا مخطط الأشياء كثيرة لكن شوية عندي تحفظ عليها بس يعني أنا سواء هسه أو بالمستقبل خدمة الخطوط العراقية شرف إلي وإن شاء الله نلتقي بالجو بالأجواء العراقية